السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم نتكلم على عشبة الكمون وفوائدها لجسم الإنسان. وطبعا كيف ما نعرفه الكمون المغلي طبعا هو طريقة استعماله مثل طريقة الشاي، تاخذ حفنة من الكمون وتضيف عليها المياه وتخليها تغلي وبعدين تقوم بشربها. مفيد جدا لجسم الإنسان ويعزز صحة الإنسان بصفة عامة. اليوم نتكلم على فوائد الكمون وليشن الفوائد في الجسم. أول حاجة احنا كيف ما تكلمنا الكمون يستعملوا فيه منذ القدم، ومعروف الكمون لكثير من المشاكل الجسدية يعالج فيها. احنا كيف ما نعرفوه مضاد للالتهاب، مضاد للأكسدة، مضاد للبكتيريا. الكمون يقوم كمعقم للجروح، تعمل كمعقم انت بعد ما يكون مغلي تقدر تعقم به الجروح. يعزز صحة المعدة، لا إله الله، يقوي مناعة الجسم بصفة عامة، يضبط مستويات سكر الدم، ومهم لصحة الجهاز التنفسي للناس اللي عندها مشاكل في التنفس. ينظم كيف ما قلنا السكر في الدم، وينظم مستوى الضغط في الدم، هذا في حتى هو السكر ينظم السكر وينظم الضغط. طبعا يمد الجسم بطاقة، طاقة رهيبة، كويس جدا. مهم طبعا للكبد بشكل غير طبيعي، للناس اللي عندها مشاكل في الكبد الكمون المغلي مهم جدا، لأنه يعمل كغسول للكبد، ويبان المفعول متاعها من أول يوم. طبعا يساعد على إنتاج المادة الصفراء في الكبد الكمون، كيف ما قلنا غسول، ويساعد في إنتاج المادة الصفراء. لا إله الله، يقي من الأمراض الغذائية. أمتى إنسان ياكل حاجة ويكون فيها سموم، ويكون فيها حاجة، يعمل الكمون كمنقي للسموم اللي في الغذاء، او مواضيع هي او حاجه تاكلها فيها سموم، فيها حاجه ممكن الكمون يقوم كمنقي للسموم وتخرج مع البراز. مفيد جدا، مفيد للقولون العصبي، يعالج القولون الكمون والليمون. كما قلنا طارد السموم بصفه عامه من الجسم. يعالج فطريات الفم، انت انسان يكون عنده فطريات في الفم، معالج الكمون يقوم بعلاج الفطريات، يقوم حتى هو بالماء المغلي فطريات متاع القدم، ممكن تعمله كمعقم لفطريات القدم. مفيد جدا، مفيد طبعا للشعر، في تقوية الشعر مفيد الكمون. كيف ما قلنا احنا الكمون والليمون، حتى الكمون والليمون تقوم بغلية وتدير فيه الليمون. للإنسان اللي عندها وزن زايد، مذوب للدهون وللشحوم، مفيد جدا للناس اللي عندها وزن زايد، كويس. يعالج في انتفاخات البطن والانتفاخات، كيف ما قلنا. مفيد للعين، للنظر، حتى هو مفيد الكمون. للسيدات اللي عندهم الدورة الشهرية، لأنه هو مسكن قوي جدا. الكمون مسكن قوي للناس اللي تبدأ عندها، البنت تبدأ عندها دورة شهرية، والمدام تشرب منه، مفيد جدا مسكن. لا إله الله، طبعا احنا كيف ما نعرف الكمون غني جدا بالفيتامينات، من أهم الفيتامينات الموجود في الكمون. الفيتامين موجود بالمعادن بصفة عامة، الفسفور موجود فيه، الكالسيوم، غني بالزنك. كيف ما نعرف الزنك مهم جدا حتى هو في الصحة العامة، يساعد في علاج التسنجات اللي تصير للناس، مثلا زي الناس اللي عندها صرع او عندهم مشاكل عصبية، مفيد جدا الكمون. طبعا ليه فوائد لا تعد ولا تحصى الكمون. طبعا الكمون المغلي اللي كيف ما تكلمنا عليه تقوم بغلية في الماء، مفيد جدا جدا جدا. وكيف ما تكلمنا في الحلقات السابقة على هلبة مواضيع، ما الناس ناقصة زنك، طبعا كما قلنا الزنك موجود في الكمون بكثرة. وإن شاء الله وصلنا المعلومة اليوم على الكمون، والكمون زي الكمون زي الهندبال، زي لا إله الله محمد رسول الله، زي عكوز علي، زي شوك الجمل، هذا كله طبعا مفيد جدا جدا. وطبعا هذا كلهم طريقتهم مثل الشاهي، تقوم بغليهم
وشربهم مفيدات جدا، ويستحسن للناس اللي عندها مشاكل في المعدة يشربوه في الصباح على الريق، كويس جدا، كويس ومفيد. وما تنسوش حتى عرق السوس كويس. إن شاء الله إن شاء الله وصلنا المعلومة ما عطلناش عليكم. هي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تلاقوا في حلقة جديدة إن شاء الله في موضوع جديد.